تجربة مع السفر مع كريم، مرة عمل دايريا علي، مرة استفرغ علي وعلى حدي، مرة بكي من دبي على بيروت، مرة كانت وحدة بكتني بالطيارة، مرة بمطار بيروت كل ما روح جيب عربية لحتى حط عليها الشنط طال الشنطة وبروم لاقي حدا سرق العربية. من تجربة وتجربة أمهات تانية بدي أعطيك بعض النصائح على السفر مع الأولاد. سألت بعض الأمهات عن نصائح عندهم إياها للأمهات التانيين وقت السفر. اولا دايما خدي غيار معك لابنك ولالك، صدقيني انا مجربتها مرتين، مره كريم استفرغ علي ومره عمل تحته. دايما خدي معك خافض للحراره لانه اوقات فعلا عم تطلع حرارتهم وما بيكون في ولا اي حل. دايما خدي حفاضات زياده. البيبي كارير كثير عمليه، ولكن ما تنسي تاخذي السترولر معك مثل ما انا نسيت. ما بعرف كيف نسيت اخذ سترولر وبعتها بالشحن ودفعت عليها زياده وما كنت عارفينه انه سترولر بتتاخد على الطياره وبتنبعت. حضري ليستا قبل بوقت وتشيك ليست بكل شيء بدك تاخذيه معك. كثير في ايرلاينز وطيارات عندهم بيبي بيدز، اختاري هذا السيت بيكون مريح لك وللبيبي. اطفال اكبر بالعمر خدي معك العاب منهم شايفينهم من قبل لحتى يشوفون لاول مره على الطياره ويلتهوا فيهم. في امهات بتنصح انه الام تسافر بوقت نوم الطفل او انه هي تسافر بالليل، في امهات تانية قالوا انه لا، افضل لما الطفل يكون مرتاح خلال النهار يكون النقا اقل. ابنك او بنتك او اعطيهم باسيفاير على التيك اوف وعلى اللاندنج، هذا الشيء بخفف من تسكير الدينة. انتبهي للاطفال الاكبر، اذا اخذتي معك سناكس حلوين كثير اعطيهم towards the end of the trip، لانه اذا طيارتك 12 او 14 ساعه وهن من النوع اللي بهايبر على السكر حيجننوك بالطياره. نقطة، ما تعتلي هم حدا من المجارك مين ما تطلع فيكي، ما يهمك. بعرف كلنا كنا امهات جديد وكلنا طلعنا بالطيارات موترين وما عارفين ولادنا شو حيعملوا، ولهلا وقت بطلع بالطيارة بقول الله يستر. ما في ولا ام ممكن تضمن تصرف اطفالها بالطيارة لانه جو جديد ومحل جديد وعالم جديد واتس كلوز سبيس، فمن الطبيعة جدا انه هن يعملوا اشياء العالم تلاقيها مزعجة، واللي مزعوج من هذا الموضوع اكيد بكره حيجي نهار ويصير عنده اولاد وحيكون هو بهذا الموقف اللي حيحس انه هو الاطفال ما فيهم يتحكموا بتصرفاتهم. للاسف في كثير اشخاص بتعطيك نصائح بتكون مزعجة كثير على الطياره، مره بالطياره من بيروت لدبي مش اول وحده، يمكن سابعه او ثامن طياره، كريم بفيق بالليل عم بصرخ من وجع دينته، وانا كنت عم برضعه بهيدي الفتره، ثاني قاعده حدي عمره عمر ابنه 5 سنين عم بيشرب فورمولا بقنينه، بتعطينا نصائح وتقلي عم بترادعيه اعطيه فورمولا، عم بترادعيه لا اعطيه فورمولا، صبي عم يبكي لانه جعان، كانه هي حتجي تعرف ابني اكثر مني عمري سنتين، هو يبكي 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 ويفحش وهي تبرم وتخبر العالم موته من الجوع، ليكو هيدا الام موته من الجوع. كريم ضلوا يبكي ساعه قبل اللاندنج وكمان بالباص وكمان بالمطار، ومجرد ما وصل على البيت كان رايق وكثير منيح. للاسف صف سمت لي بدني كثير، اذا انت كنت بهيك موقف بتقلك يا جبل ما يهزك ريح، طنش العالم اللي بتفكر حالها بتعرف مصلحه طفلك اكثر منك. شو ما حضرتي في سفرات بتكون مزعجه وفي سفرات بتكون ولا احنا من هيك، بدي اياكي تعرفي انه كلنا مرقنا بسفرات صعبه وما بتكون انت عملتي ولا شيء غلط، هول الاطفال هن هيك بكونوا بجو منهم متعودين عليه وضغط منهم متعودين عليه، وهيدا الشيء طبيعي انه هن يتضايقوا. مجرد ما توصلي على الدستنيشن تبعك حتنسي هذا الموضوع، وتأكدي انه كتير غيرك من الامهات مرقوا بهيك مواقف.